السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية من أجل قراءتها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع هو استكمالا لحلقة أمس، وهو عن استمرار المظاهرات في العراق وارتفاع رقعتها وانتشارها في محافظات ومناطق متعددة، إن كانت في بغداد أو في محافظات عراقية أخرى. في نفس الوقت يزداد القمع الحكومي ويستمر في ظل فسح المجال من قبل السلطة الحاكمة لقواتها بفتح النار على المتظاهرين واعتقالهم وضربهم. هذا الموضوع أدى إلى سقوط مزيد من القتلى وارتفاع أعداد الجرحى بشكل كبير. مع هذا يستمر المتظاهرون حتى هذه اللحظة بالتمسك بموقفهم ومطالبهم القاضية بإسقاط النظام، هذا هو أهم مطلب يحمله المتظاهرون الآن في الشارع العراقي. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. والشعب اختار طريقه ان تكون ثوره على الفاسدين. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد مع حضراتكم بعض المقاطع التي نعرضها تظهر اخر التطورات على ساحه التظاهرات في العراق، وبعد ذلك ندخل الى استقبال الاتصالات من قبل المشاركين الكرام. نود ان نسمع قدر الامكان من العراقيين ارائهم حول هذه المظاهرات وكذلك رسائلهم التي يوجهونها إلى المتظاهرين، وندعو من خلال منبرنا أن من يستطيع من المتظاهرين أن يتواصل معنا، فأرقامنا موجودة وبإمكانه الاتصال لإعطائنا مزيد من التفاصيل حول ما يجري على الأرض الآن في العراق. مبدئيا نتابع هذا المقطع عن اتساع طبعا حدة التظاهرات، رقعة التظاهرات وكذلك ارتفاع مستوى العنف الذي تستخدمه الحكومة، فلنشاهد. نتابع الآن أيضا مشاهدينا الكرام عملية إغلاق طريق مطار بغداد من قبل المتظاهرين، وهناك أنباء أيضا تتحدث عن وصولهم إلى ساحة عباس بن فرناس قرب المطار، فلنشاهد. كان هذا في بغداد. ننتقل إلى محافظة النجف ونتابع اقتحام مبنى مجلس محافظة النجف من قبل المتظاهرين، فلنشاهد. Hey!
مشاهدينا الكرام، طبعا في محافظة النجف بحسب ما أفاد مراسلنا أنه تم قطع خطوط الإنترنت في المحافظة من قبل الحكومة، وبالتالي محاولة للتعتيم حول ما سيحدث ربما أو يحدث حاليا في المحافظة. قد تحدث انتهاكات تمنع الناس من إيصال صوتها أو التصوير أو التسجيل أو أرسالها عن طريق الإنترنت، طبعا ببث مباشر عن طريق الفيسبوك أو غيره، وبالتالي هذه خطوة خطرة للغاية. طبعا أيضا كانت هناك دعوات من قبل المتظاهرين باستخدام تطبيق VPN من أجل الانتقال إلى بالشبكة إلى دولة أخرى تستطيع أو تتيح للمستخدم أن يفتح الفيسبوك ويستخدم هذه المنصة عن طريق استخدام هذا الموقع من دولة أخرى. تبطئ الإنترنت قليلا لكنها ستخدم في النهاية الموضوع. نتابع أيضا بالانتقال إلى محافظة بابل، السيطرة على مجلس المحافظة، فلنشاهد. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالاتكم. معنا أول متصلين السيد أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يعني هذا بصراحة أنا قلت لك يعني ولو البارحة الاتصال انقطع وياكم. نعم. هو هذا اللي كنا نتأمله. نعم. بس بصراحة احنا ما كنا نحدد لان خطير يروحون ناس ضحايا وتتعطل مصالح العالم هاي. بس هم اضطروا الناس الى هذه الافعال. نعم. لان كان في شهر وكان في ظلم صار 16 سنة. نعم. دمروا لك العالم، دمروا العراق، دمروا البنى التحتية كلها. يعني هذه الجد خسائر مادية. نعم. وخسائر بالبشر، واذا طورت اكثر احتمال انه تصير مضاعفات اخرى. وضحايا اكثر وابنيه هي كلها للشعب. نعم. ليش يوصل العراقي ان يقتل ابو زينب مطالبه. ابو زينب، ليش يوصل العراقي ان يقتل وهو يطالب بحق المشروع؟ لماذا يقتل؟ والله هذا السؤال يتوجه للموجودين بالعمليه السياسيه. انت برايك ليش يا ابو زينب، ليش اللي بالعمليه السياسيه يقتلون المتظاهرين؟ ست قتلى بذي قار و110 مصابين بذي قار. بس ذي قار نتابع الاحداث. يعني هم ذولا نفسهم، شوف التناقض نعم التناقض الرهيب. يعني من صارت شغلات العام او العام ما اعرف بالبحرين، ها، ومن طلعوا الناس او الحكومه قمعتهم وكذا، كل السياسيين يقول يجب ان هذول اللي عندنا بالعراق أن نقف مع شعب البحرين وأن نقف مع كذا وندين عملية اضطهاد الشعب وعملية القمع. طيب. القسري والوحشية. واحنا تسوون انتم حاسين عندنا شعبكم زين، ويطلع لك مسؤول والله إيران إذا أمريكا سوت عليها حصار أو رادته وكذا يجب أن لا نقف مكتوفين أيدي. ليش شطة إيران للعراقيين يا أبو زينب؟ شطة إيران للعراقيين. العراقيين يروحون يزورون طلعوهم بالشلاليق من الإمام الرضا عليه السلام، هم وعوائلهم بالشلاليق وبالعجول وبالدفرات، وآخرها هاي المرة اللي طلعت ذاك اليوم. والمخدرات يا أبو زينب اللي دطب العراق من إيران. حصانة المواشية يطلعونهم بالشارع يشبعوهم كتل ياخذوهم يعتقلوهم. والمخدرات والميليشيات يا ابو زينب بالعراق، هذا الحكي بايران، طيب وبالعراق ميليشيات ومخدرات من ايران؟ والله هم هذول، شوف هذول هم نفسهم، هم هذول عملاء لهم، هذول عملاء لهم. نعم. وانت لا تصدق انه يعني هذول الفورس اللي يدعون الاسلام او يدعون الشيعه والتشيع انه يحبونه، لا، يبكون ويتباكون على قضية فلسطين وهم محتلين عربستان، الأحواز التي يسموها أهواز
قلنا شنو معنى اهواز بالهاء؟ هي الاحواز معناها جداول المياه. جمع حوز. زين قلنا لا تركيا اشراف وتطالبون بحقوق الاسلام والمسلمين. ما ترجعوا لنا عربستان لعد. قتلوا الشيخ عبد العزيز الكعبي امير الاحواز هو والعشره مالته موجوده هذا بالتاريخ. طيب. عشر حراس وياه. على كل الان اللي اتمنى انه تستمر المواجهه تصير مثل الجزائر مثل السودان مثل تونس الى ان ينقلعون دولة كلهم وما تصير بعد شعارات يطلع لك رئيس تجمع او كتله بالخواطر والنفوس هو عدى عشرات المليارات من الدولارات مقتصده من حق الشعب العراقي ويبيع وطنيات فلوسنا. لا خلي سوى هذه ويطول كل الحقوق للشعب مو تجيبها ناس امعات والله العظيم اكو شغلات انتم ما تعرفوها. ابو زينب ابو زينب انا اشكرك اكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا شكرا جزيلا ابو زينب اكتفي بهذا القدر اعتذر منك. لدينا متصلين ينتظرون معنا السيد ابو علي من ميسان تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد حياك الله. حياك الله شكرا لهذا ارسل تعطيني وقت حتى انقل لك الصوره كامله اريد منك وقت يعني نعم بس اتمنى منك تختصر لانه اكو ناس ايضا تحب تشارك. طبعا هاي اليوم المرحله الثانيه اليوم الثاني على التوالي طبعا انطلقت هذه المظاهرات التي هي من شباب مدينه ميسان وكلهم من طبقه مثقفه وواعيه وخريجين ايضا يريدون ينتفضون ضد الجهل والوحوش الذين سيطروا على هذه المدينة المعروفة والمشهورة. أعتقد وصلوا إلى قناعة بدخولهم إلى مبنى المحافظة لكن تصدت لها قوات شرطة ليس هي عراقية أعتقد هي معروفة واضحة ميليشيات من خارج الحدود وأيضا طبعا قد تعرضوا إلى قتلوا بالفعل الحصيلة الأولية ربما أكثر من عشرة شهداء ربما يعني بالتقدير المعروف لكنه أستاذ محمد يعني حقيقة بعد تدخل الجيش بصورة يعني متأخرة رغم أن تأخرت دخول الجيش وقوات الجيش سيطرت على المدينة بعد طرد الميليشيات المرتبطة بالأحزاب النافذة وأعتقد وصلوا إلى تم الدخول إلى محافظة ميسان وحرق المدينة بأكملها. طيب. أعتقد المرحلة الثانية توجهت إلى مجلس محافظ ميسان ولم تعرض الى رمي ويعني رصاص دخلوا بصوره سلميه وايضا احترق مبنى المحافظه وبعدين تحركت المجاميع الشباب انطلقت الى مقر الاحزاب وايضا تعرضت الى اطلاق نار كثيف من قبل من؟ من قبل من اطلاق النار؟ وخاصة الأحزاب اللي العصائب والكتائب اللي هي كانت مقابل المحافظة وأيضا سقطوا شهداء أيضا وأعتقد ما زال عندي سؤال لك يا سيد أبو علي حضرتك تقول أنه أكو ميليشيات هي ترمي علينا شنو دور الجيش إذن والقوات الحكومية أنه تظل تتفرج وأكو يعني ميليشيات ترمي الجيش دخل الجيش وأعتقد قائد عمليات الميزان تدخل ونزل قوات عسكرية لكنها متأخرة جدا هي أيضا حمت المتظاهرين يعني حقيقة يجب أن يكون الشارع له يعني دراية أنه الجيش العراقي جيش ربما مهني وليس له ارتباط بالأحزاب تابع ليش ما تدخل لحماية الناس لعد؟ ها تدخل بصورة متأخرة جدا يعني إجا بعد ما سقط الضحايا وأعتقد أستاذ محمد أغلب الشريحة يعني للتاريخ أغلب الشريحة التي كانوا مع المتظاهرين شريحة مثقفة واعية شباب يأس من الحياة وطبعا هتتحمل المسؤولية الكاملة هي المؤسسة الدينية في النجف وكربلاء تتحمل سقوط هذه الضحايا وعلى أمريكا أن تكون لها يعني أنا بس عندي سؤال لحضرتك أبو علي أنا بس بقضية الجيش حتى لا بس يعني يطرق الكلام ب احنا عندنا من المتعارف عليه الجيش هي قوات تحمي حدود الوطن وتحمي المواطنين ليش ما تحمي المواطنين الان وهم يعتدى عليهم بل بالعكس هي التي تعتدي عليهم تعال شوف بغداد وشوف محافظات اخرى اعتقالات واعتداءات من القوات الحكوميه يعني مو مثلا ميليشيات نقول مثل ميسان قوات حكوميه هي التي تعتدي طيب في ميسان انت تقول بانه هم جاءوا يعني قدر الامكان للمساعده مثلا طيب أين هذه الميليشيات التي أطلقت النار
لماذا لم يلقى القبض عليها من قبل الجيش؟ لماذا لم يلقى القبض على حملة السلاح الآن الذين يطلقون النار على المتظاهرين؟ لعد شنو دور الجيش إذا ما يقدر يتدخل بس واقف لي يتفرج؟ في استاذ محمد تعرف المدينة مدينة ميسان مدينة صغيرة. طيب. الجيش بها غير يعني غير كبير يعني أعتقد نزل ربما سرية كاملة أو سريتين نزلت إلى يعني بصورة متأخرة. فأعتقد ربما الجيش اللي في مدينة ميسان كانت في مواقع بعيدة عن المحافظة فأعتقد وصل متأخرة. لكنه الحقيقة يجب أن تقال إنه أكثر الجيش أو القوات العسكرية في المدينة هي ليس من محافظة ميسان. فأعتقد ربما دخلت في ساعة متأخرة جدا لكنه لا بأس قد حافظت الأمن ربما وهذا واجبها الشرعي أن تحافظ على المواطنين. وأعتقد طبعا هي أيضا المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤولية بعدم الحفاظ على المتظاهرين. وأنا بنحكي لك من ناحية المحافظة فقط لا. نعم أبو علي أنا أشكرك أعتذر منك لدينا متصلين ينتظرون. شكرا جزيلا أبو علي. معنا السيد محمد من بغداد. تفضل محمد. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حاليا جيت من ساحة الاعتصام. نعم. كنت مشارك بالمظاهرات. الصورة جاي توصل مو هاي الصورة الحقيقية أخي. وضح لي. هاي الصورة مو الحقيقية جاي توصل. شهداء وجرحى جاي يوقعون. يعني أنا هسه حاليا جيت راجع للبيت لانه احنا صارت المظاهرات لانه تطلع احنا نعرف تعرف انت نطلع احنا من الصبح فصار السلم مستلم. نعم. يعني يجون يساندوننا اخوتنا وعلى هذا الاساس احنا ننسحب وبعدين نرجع لهم. طيب. اخي حاليا شهداء بمدينه الطب انا حاليا طبيت هستوني خسل دمهم انا بدايه. مو هاي اخي ماكو اعلام اخي تعتيم. كم واحد يا محمد؟ يا اخي انا شلت واحد واذا اني كاذب موجود بمدينة الطب وعندي وثائق وأدلة تدل بأنه جاي يضربون طلق حي يا أخي حي ومباشر. يا أخي محمد رايد منك شغلة يا محمد رايد منك يعني شغلة رايد منك شغلة يا محمد. حضرتك عندك تليفون كل اللي تقدر تصوره صوره وعندنا أرقام عندنا أرقام دزلنا إياها. شدز لك أخي صارت جاي يعني تصور اني قصر عمري 37 سنة انا ما شايف هيك همجية اخي جاي يجيك نقيب ملازم اول يعني تصور انا شفته بعيني وعندي تصوير يشمر الشاجور مال البيكيت بالقاع ويضرب المتظاهرين. نعم. مباشر انا هسه شلته مضروب براسه اخي دبيته هسه بمدينة الطب. نعم. يعني همجية مو طبيعية ماكو تحكيم اعلامي اخي يعني تفاجئنا احنا هناك موبايلاتنا للصور يعني ماكو قناة عراقية يعني احنا يعني تصور خلنا اعطيك فد مثال. نعم. مثال بسيط هسه اعطيك. تفضل. جامع الخلاني صاح الله اكبر. نعم. لاداء الفريضة عدل. ما نعم. فتح بابه للمتظاهرين اخي خلى المتظاهرين يصلون برا ممنوع لا تعاون يعني تصور عبالك احنا جايين تدري شنو جايين نحتل بلد ما جايين نحرر بلد من فاسدين. نعم. احنا شنو استوينا زين أنا اليوم أنا أسأل سؤال من قناتكم الموقرة. نعم. أنا اليوم شخص جاهل ما أفهم بالدين ولا أفهم شنو حقوقي وشنو الإلية وشنو العلية. طيب. شنو دور المرجعية أخي اليوم أنا أسأل شنو دور المرجعية هاي الأرواح الراحت شنو ذنبها شنو ذنبها. نعم. يعني إحنا طلعنا بطر مو بطر أخي مو بطر طلعنا لو طالعين بطر نقول طالعين بطر إحنا. نعم. احنا ما طلعنا بقطر ولا طلعنا بالامارات ترى ما مترفهين احنا ما طلعنا على رفاهية طلعنا حلالنا جاي الباق قدامنا اموال مليارات جاي ياخذونها قدامنا. ومع ذلك نعم. ما حد قال انت على حق انا هسه لحد الان يعني الشباب جاي بهاي اللحظة جاي حاجي كان بيها الشباب جاي تتكتل اخي الشباب جاي تتكتل يعني وين يقول لك عبد المهدي يريد يفتح لجنة تحقيقية يا محمد هذا يضحكون علينا احنا الشعب يضحك علينا الشعب هذا يضحك على الشعب اخي بعيوننا شفناهم شنو اللجان التحقيقيه اخي وش تريد تسوي اللجان التحقيقيه ما دور اللجان التحقيقيه اصلا اخي الله يساعدك هو شنو اللجان التحقيقيه انا اليوم اللجان التحقيقيه اذا اني اكو فد موضوع مبهم موضوع مبهم واريد احقق به خاطر اكشف الحقيقه ماكو موضوع مبهم هم بجسر الجمهوريه جاي يضربون علينا طلقات ناريه
يعني يبعد عن المنطقة الخضراء تقريبا بس الجسر والجمهورية أخي. يعني مو خلي يعبر اللي يريد يحقق خلي يعبر الشارع إذا ما تصير زحمة. محمد أنت متظاهر يا محمد، باختصار أنت متظاهر من ضمن ساحة الاعتصام والتظاهر، ما هو مطلبكم النهائي الأول والأخير؟ أخي الفساد، أخي أنا اليوم أروح مطلبكم أتعالج. يا محمد أنا أتعالج أروح بس يطون الأبرة بالمستشفى ويطون بطل المغذي والباقي كله علي. أخي الفساد أخي، مستقبل دول أطفالنا يعني شنو؟ فهمني شنو مصيرهم يا أخي؟ إحنا إيش طلبنا يا أخي؟ كافي في سرقة، كافو بوك، يعني ماكو. العراق النهب ومع ذلك يريدك أنت تجلس. محمد أنا أشكرك يا محمد، أعتذر منك. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى بث مباشر لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من مكان التظاهرات، فنشاهد. طالب مباشر رسالة للسيد مقتدي. يعني الواحد من الشغب هسه تدري شو يقول ولا يكتب بالعالم يصيح عليه شو يقول؟ يقول انت ما عندكم قائد. يلا من الشغب ما عندكم قائد، انقلت تضرب على العالم تضرب، يقول لا ما عندكم قائد. يعني قصد المظاهرات بدون قياده؟ اي بدون قياده، قلت له مظاهره عفويه الشعب طلع. هم يضربون؟ لا مو هو انت يعني ما جاوبت، قلت له مظاهرات عفويه مو سياسيه. ما راجع الدنيا كثرت من يمين قصدي، ودي يمكن زين ترى من يمين، وهذا حاجه جايته جايك بالعالم. وهذا حاجه جايته صحيح. شوف الاسعافات، باع الاسعافات، هاي الاسعافات جاي تنقل. حسين يكتب العلم ويقول لا هو ذا ما القائد. هاي الاسعافات، هاي الاسعافات، حتى الاسعافات جاي من عونها، جاي من عون الاسعافات. فلسطين تشيل الجرحى وابن العراق ما يشيلونه. هاي الحكومه اللي انتخبناها، هاي الحكومه باعوها. هاي شباب صحتها شو تريد؟ شو تريد؟ اطالب بكرسي عادل عبد المهدي وبالمصارف ما تسويها؟ المين عمار الحكيم فلان وين؟ والله العظيم حق الشعب يحكي يا شباب يا ناس، من حق الشعب حرية الرأي، يعني حق الشعب يعني يعبر عن رأيه. الشعب هو جاب الحكومات والشعب هو من يزيل الحكومات، فهاي الحكومة ظلمت الشعب، فلشوا بيوت الشعب على رؤوسهم، فلشوا البيوت بكربلاء أو بالبصرة، والناس تعبت والناس ملت، ما عاد ضلعتها صبر. طلعت الناس هاي هسه تشودره، جابوا خيم وجابوا هنا راح يتشودرون، ما ينسحبون. هاي الشعب يستقر يعني مشاهدينا الكرام كما تلاحظون هذه لقطات مباشرة من ساحة التظاهر انتفاضة تشرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، هذه لقطات تحديدا على موقع التواصل الاجتماعي هو تصوير الآن يأتي بث حي من قبل المتظاهرين، طبعا يحاولون نقل حقائق قدر المستطاع. شباب يحاولون نقل الحقائق قدر المستطاع وتوثيق كل ما يستطيعون نظرا لوجود انتهاكات كبيرة وكثيرة، ونظرا كما قال محمد من بغداد لا توجد تغطية إعلامية حقيقية من القنوات المحلية لما يحدث في العراق، وطبعا هناك أيضا تضييقات على بعض القنوات العربية التي حاولت أن تصور أو تنقل ما يحدث كما تلاحظون الآن على الشاشة. هذه اللقطات الحية المباشرة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. طبعا نؤكد عن حديث النائبة البرلمانية شروق العبايتشي التي شككت بإحصائية الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الحكومية والانتهاكات التي ارتكبت على يد قوات عادل عبد المهدي، وتقول بأن الأرقام هي غير حقيقية. الأرقام الحقيقية هي أكثر من 400 جريح بحسب تصريح النائبة البرلمانية. طبعا هي نقلت عن أطباء من مستشفيات بغداد عدد الجرحى الذين وصلوا لتلقي العلاج يفوق 400 جريح، وكذلك القتلى يفوق ما أعلن بشكل رسمي. طبعا الآن أيضا الإحصائية في ذي قار هي 6 قتلى و110 جرحى. نعم معنا اتصال، السيدة أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. أحيي الشباب المنتفضين واللي يدافعون عن بلدهم
وعن الفساد الموجود فيه. نعم. والخزي والعار على الناس على الفاسدين اللي ضربوا المتظاهرين واللي لانه هم يعصون نفسهم فاسدين وما يردون المتظاهرين يطلعون فسادهم وحقدهم وكراهيتهم لهذا البلد. واتمنى شفاء العاجل الى المصابين. احنا شفنا قناه دجله طلعت نصا كاملا بكل بغداد والمحافظات جميعا، البصره، كربلاء، وكل المحافظات طلعت نصا يعني، وخاصه اكدت على ساحه التحرير. ساحة التحرير شفنا فيها شفنا الرصاص اللي يضربونه على الشباب. واحد عمره 17 سنة قتلوه، أو جت لأول رصاصة بقلبه وانكتل. طيب. ومات، وقتلوا الشباب وقاموا يضربون عليهم المي الحار وهاي الغاز مسيل الدموع. نعم. يعني هذا شدل على خساءتهم وعلى كرههم من هذا 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 الشباب اللي يدافعون عن هذا البلد. وهم احنا وكل المتظاهرين كانوا يطالبون يعني يردون تغيير النظام وإذا يقول عادل عبد المهدي يكون هيئة أو فشي كذاب، أكبر كذاب هذا، لأنه هو اللي أمر بقتل الشباب. أم أزهار نعم، ملحت الفكرة. أنا أشكرك للتذكير مجددا المشاهدين الكرام، ما تشاهدونه الآن على الشاشة هي لقطات حية مباشرة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تنقل عن طريق أحد المتظاهرين بشكل مباشر كما تلاحظون، لرصد حقائق ما يحدث هناك ولتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية. السيدة أم أزهار تقول بأن الانتهاكات جاءت بأمر مباشر. شاهدوا مشاهدينا الكرام إطلاق النار على المتظاهرين بهذه الطريقة. استمعوا إلى الأصوات. الإسعافات لحد الآن جاي تنقل. باعوا. استمعوا إلى أصوات إطلاق النار مشاهدينا الكرام، كما وصفها أحد الفنانين، حرب، ساحة حرب. نعم. نستمع الآن إلى رأي السيد أبو محمد من تركيا. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عزيز شلونك؟ حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا. الله يبارك. أخوي الغالي، أنا أوجه بعض الرسائل يعني للمتظاهرين والفتنات يعني خاصة. نعم. أول شيء من المتظاهرين نقول لهم إحنا نعتذر وإحنا تدري خارج القطر ومقصرين إنه إحنا ما وياكم ونتمنى هسه لو إحنا وياكم. بس نقول لهم يعني ابقوا اصمدوا. نعم. ولت يعني احنا خلينا نكون غير لا يجي مثل كريم النوري ومقتدى الصدر وغيره يكبون موجه المظاهرات واحنا نصير بعدين ما غيرنا شيء، يعني يطلع عادل عبد المهدي باشر يجيبوا لنا الجعفري، هذا مو حل. نعم. الحل ان تغيير جذري من مدير عام فما فوق يتغير، لان يعني احنا انت مو تجي بس رئيس الحكومه هو فاسد او فاشل. نعم. ولا فاسده وفاشله. وكلها دمرت العراق، يعني تجي مدير المدرسه هو ما جاي، اذا كانت المدرسه فاشله يضاد لها تغيير. نعم. احنا هاي وحده. الموضوع الثاني احنا نطلب من الاخوان اللي بمحافظات الشماليه والغربيه، يعني هذول هم اخوتكم يعني تتباعوا لهم، والله احنا يعني هسه احنا جايين نخرب نفسنا. واني عن قناتكم اناشد الجاليات العراقيه بكل العالم. نعم. وبالاخص بتركيا. الحديث الآن في تركيا أن هناك يوم غد ستنظم تظاهرة أمام القنصلية العراقية. إن شاء الله بهذا الشيء. نريد إغلاق السفارات بكل العالم، إحنا نغلقها المتظاهرين، حتى لا تقول الحكومة اللي بيها مثل تركيا أو غيرها، إحنا نغلقها، إحنا مريد هذا السفير، لأن هذا السفير جاي يمثل هاي الحكومة الفاسدة. واحنا نريد تغيير. واخوان ارجوكم لا تخلون ايدكم لا كريم النوري ولا مقتدى ولا اي شخص كان، لان هاي الطبقه السياسيه فاشله. نعم. يعني لازم تغيير من الجذر اخي، يعني ما يفيدنا احنا
احنا ما يفيدنا هسه يلا غيرنا رئيس الوزراء ورئيس الجمهور ورئيس البرلمان، شو راح يجيبون؟ راح يختارون هم من النواب رئيس برلمان ومن الوزراء رئيس وزارة ومن الاكراد هم يجيبون رئيس جمهوري. اخي والله عيب، احنا يمتما السني ينتخب الشيعي والشيعي ينتخب السني والكردي ينتخب العربي، احنا لا تقول هذا شعب محترم، هذا الشعب راح يعيش حياه سعيده، ولكن احنا والله اني هذا اني شيعي لازم انتخب الشيعي، واني سني لازم انتخب السني، والكردي ينتخب الكردي، فما غير شو هي محاصصه. ضاعت هذه المفاهيم الخاطئه عند في عقول المتظاهرين الان. يا ابو محمد انا اشكرك للمشاركه، كنت معنا من تركيا. ام عبد الله من بغداد، تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ابن اليوم الاول اعلن الصدر اليوم الاول من المتظاهرات يوم 1/10 اصدر بيان قال انه كان عدد الشهداء يمكن 4، فقال ان الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بلقمة العيش خيبة وليست هيبة. زين ويجي فاتح تحقيق، اذا هو اول يوم يريد يفتح تحقيق، بعد ثاني يوم استمرت انه حضرتك من تقول طلعوا الى محافظة النجف، استمرت انه راح تقول انه يقودها مقتدى الصدر مع جماعته للقضاء على الفاسدين، مع العلم انه هو اللي جاب الفاسدين، هو اللي يوزع المناصب على الفاسدين، ويعرف كل شيء انه هو ذولا مو خش اوادم، وهم اللي اصابوا الشعب العراقي بخيبه الامل، راحت ثروات البلاد، حتى التراب يعني باعه، بالاضافه الى هذا انا اطلب مثلا بعدين اضافه الى هذا انه المرجعيه صدرت قرار او بيان انه انقاذ ايجاد حكومه انقاذ. من اللي يقرا البيان على الانترنت؟ نسيب المالكي، يعني هاي من الاخطاء اللي يجب انه يتخذوها المتظاهرين، لا يوقعوا نفس الاخطاء بالانتخابات والاشياء اللي جت واللي صارت الامرين عن السنه وعن الشيعه. بالاضافه الى هذا انه كان احد الاخوه البارحه يطالب الجهه الغربيه او المحافظات الغربيه والموصل الخروج الى المظاهرات. هو من النقطة من الغربية والأهل الموصل؟ كل شباب هذا 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 مو وقت مو وقت الموضوع ينفتح يا أم عبد الله. هسه الناس دا تناشد إخوانها العراقيين بالخروج والنزول. تخطي هاي النقطة. الناس هسه بحاجة إلى مساندة بعضهم البعض. عبري هاي النقطة أم عبد الله. اسمح لي هم كلهم بالمعتقلات وبالمعتقلات السرية. طيب. زين طلعوهم خليه يطلعون خليه يشاركون اذا هم موجودين، شو كلهم مغيبين اكثريتهم، بس النسوان اكثريتهم موجوده. بالاضافه الى هذا انا اطلب من المراه العراقيه ان تشارك بالمظاهرات وتقدم الاكل للمتظاهرين. ليش حكومه مصر مو حكومه مصر، الشعب المصري يقدم وجبات للمتظاهرين، واحنا وحده خطيه قاعده على قد حالها تتوزع لفات صمون مش صمون. نعم. الله اكبر، هذول اللي يتعبوا شبابنا واللي يذبحون بانفسهم في سبيل العراقيين. طيب. فلهذا انه نقصد انه ام عبد الله انا اشكرك في المشاركه. نقرا بعض الرسائل المشاهدين الكرام. طبعا كما تلاحظون الان نحن نبقى ببث هذه اللقطات المباشره التي تاتينا من ساحه التحرير وسط العاصمه بغداد لنقل المظاهرات و كذلك توثيق حقيقة ما يحدث من انتهاكات حكومية تقوم بها القوات الحكومية تجاه المتظاهرين. معنا رسائل سريعة نقرأ. يقول أحد المشاركين الشعب العراقي شعب مظلوم ولكن لا يعرف التصرف، مثلا كل واحد شايل صورة على أساس يتخطى هاي الأمور. في رسالة أخرى يقول السلام عليكم تحية قناة الرافدين، عاش أبطال التظاهرات اللي رفعوا رؤوس العراقيين، أنتم مفخرة العراق وإن شاء الله نصر من الله وفتح قريب. في رسالة أخرى لدينا يقول أخي نداء للأبطال المتظاهرين، والله قلوبنا معكم يا عراقيين، لا تتراجعوا عن إسقاط هؤلاء الخونة، لا تنخدعوا بأي معمم ولا بأي وعد من هؤلاء خونة الوطن. إخوان إذا لم تسقطوهم والله سيصفوكم في بيوتكم واحدا واحد. يقول ليعلم الشعب أن المرجعية باعت الوطن والشعب وأنها مشاركة في قتل المتظاهرين وإذلالهم بسكوتهم. والله أكبر يا شعب، اجعلوا مرجعيتكم العراق.
يقول طيب سيد ابو احمد من واسط اسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذه المظاهرات التي حدثت بالعراق هذه تشويه لكي يضيعون زياره الاربعين مال الامام الحسين، وهذا غلط من المتظاهرين. شلون المظاهر غلط؟ هذا المتظاهر اللي دي طالبه بحقه غلطان. المتظاهر دول منظمين، اكو يد خفية من تحركهم الى حرق المؤسسات الدولة، اكو يد خفية من الرياض. طيب الايدي الخفية، الايدي الخفية تنضرب؟ اذا هي ايدي خفية ليش تنضرب؟ ليش يقتلون؟ ليش يعتدى عليهم وبالمي الحار وقنابل مسيلة للدموع؟ ليش ما تطلعون مظاهرات حالكم حال الدول الغربية، مظاهرات سلمية ونظام يشتغل؟ وين السلاح للرفع؟ وين السلاح للرفع لحتى تقول عليهم مسلمين؟ وين السلاح؟ دا تشوفهم عزل بلا سلاح حتى بلا عصي، يعني حتى عودة ما شالوا، شلون توصفهم ان هم مسلمين؟ ولا فتات ونظاميين حالكم حال الدول الغربية، حافظوا على العراق، حافظوا على الشوارع تمشون بها، السيارة حارقينها، المؤسسات حارقينها. انتم بحيث انتم ما تمثلون الشعب، لا سويتوا شيء، تمثلون الا انفسكم واليد الذي دفعتكم. طيب انا اشكرك ابو احمد من واسط، الناس هي ترد عليك. ابو اسد من البصرة، تفضل ابو اسد. محمد حياك الله ابو اسد. وعليكم السلام ابو اسد. ابو احمد يقول، ابو احمد يقول لا 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 لا، شكرا شكرا ابو اسد، شكرا. بلا تجاوز، غير مسموح بالتجاوز بغض النظر، هو لديه وجهه نظر هكذا يرى. ان كان هناك اختلاف، وهناك اختلاف واضح طبعا كبير مع السيد ابو احمد من واسط، لكن مع ذلك بلا تجاوزات حتى يكون هذا منبر نرتقي به او بكم بالجميع الى يعني مستوى اعلى. ابو زكريا تفضل من كركوك، حياك الله. الله يحفظك، حياك. شلون؟ تفضل ابو زكريا. وين انا عجو؟ ابو زكريا تفضل. الله يحفظك ابن محمد، الله يحفظك. حياك الله، اهلا وسهلا. متظاهرين ورحمه الله على الشهداء وعلى الشباب، والله يجعل الشباب. ابو زكريا، ابو احمد من واسط يقول ذولا مندسين وايادي خفيه تتحركهم ومسلمين، وذولا اعتدوا وخربوا ودمروا، شو ترد عليه؟ ابن محمد هذا ابو علي من زمان، هذا ابو احمد اسمه، ويا المنشات مستفاد من ايران وما ايران، ما لنا شغله فيه. خلي ولي اوف هذا ابو علي، اوف. نعم. احنا علينا ويا هذول اولادنا والملحزون، طلعوا كل المحافظات حتى بكركوك، انا وياهم الله شاهد ونزل شاهد. نعم. والله العظيم في اياب عمره 80 سنه اليوم كركوك طلعوا، وشوف المظاهرات في العراق ان شاء الله تصحيح. هذا الحكومه العميله الزايفه اللي هذول الشعارات كلها مزوره عليك. الله ابن محمد هذا مهندس، نعم، يقولون تعال تلقى عارف الجيش صاير، هذا بهم العربيه يا تاريخ صاير، هذا يا قانون صاير، يا دوله صاير. يا ابن محمد هذول الناس أدرسيين، هذول الناس تابعين إيران، هذول ما يحبون العراق، إن شاء الله هم محروقين، والله العظيم من العرض رسوله إلا من زمان النبو، من العرض رسوله ابن محمد، والعراق متصل ما طول طلعوا، وفي الملحمة الجنوب ما بقدرنا لنا الشيعة والسنة والإسلام والعثمان واليمين. أبو زكريا أنا أشكرك، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيد علاء من كربلاء، علاء من ذي قار، علاء تفضل. علاء السلام عليكم أستاذ الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولا قناة الرافدين، قناة الأصالة والحق. حياك الله، أهلا وسهلا. الناشط المدني علاء الصافي من الناصرية وليس من كربلاء، من الناصرية، من الناصرية، من ساحة الحبوبي. حياك الله، كل الهلا. تحياتي لك أخي الغالي. اليوم البارحة استشهد عندنا مصطفى، نعم،
و15 شهيد، واليوم استشهدوا عندنا ثلاثه اجتنا مكافحه الارهاب. نعم. من بغداد الى الناصريه. نعم. وانا احنا اليوم نطالب الامم المتحده. نعم. ونطالب الشرفاء في العالم نعم. نقلهم يا اخي ايران غزتنا، غزت الجنوب. نعم. وجابت الحشيشه وجابت المخدرات، ونص الشباب لا شغل ولا عمل. نعم. هذا الشعب، فاحنا نطالب اطالب انا باسمي وباسم اخواني المتظاهرين في ساحه الحبوي. نعم. في محافظة زيقار أطالب شيوخ العشائر في الجنوب أن يقفون ويجون ويانا، لأن إحنا اليوم راحوا من عندنا 30 نفر واستشهدوا أربعة من، لأن مجلس محافظة زيقار بصف مكتب بدر، فأكو قناص بصف مكتب بدر، سلام الله عليك يا رب، فضربونا بالبيكيت وبالقناص، وراحوا إخواني المتظاهرين أربعة من عندهم. مظاهرات عفويه. نعم. مظاهرات اليوم عفوية. اليوم الاربعه راحوا بدون حزبيه بدون طائفيه بدون تكتليه. على فقدنا الاتصال مشاهدينا الكرام، نذكر بالصور التي تشاهدونها الان، هي لقطات مباشره الان من بغداد من ساحه التحرير وسط العاصمه لنقل المظاهرات. محمد من لندن، تفضل. قبل فتره ضربتوا اصحاب الشعائر. وعليكم السلام. عفوا، بالنسبة للمظاهرات انه يقالوا غدا التيار الصدري راح يشارك بالمظاهرات. شلون محمد ما سمعك؟ ارفع صوتك رجاء شوية. مواقع التواصل الاجتماعي يقولون التيار الصدري راح يكون عندك مظاهرات بالمظاهرات. ما سامعك زين يا محمد، الصوت غير واضح. عاود الاتصال بنا مرة أخرى، شكرا لك. نقرأ بعض الرسائل من المشاركين. طبعا أحد الأشخاص ينتقد تكرار كلمة قتلى، يقول هؤلاء الأبطال شهداء، شهداء الكلمة، خرجوا للمطالبة بالحقوق. شكرا لك. في رسالة أخرى يقول حكومة عبد المهدي ليست إلا أداة فعل في يد الولايات المتحدة الأمريكية، عبد المهدي مجرد دمية إعلامية لا أكثر. سيد مبروك من الإمارات يقول هذه هي بداية شرارة الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم البلاد. في رسالة أخرى، السلام عليكم، تحية وتقدير للشعب العراقي البطل الذي لم ولن يرضى بالعربدة والهيمنة الإيرانية وميليشياتها الطائفية، وهذه الانتفاضة رسالة واضحة لإيران أن عليها أن تحزم حقائبها وتسحب ميليشياتها. طيب نكمل قراءة الرسائل بعد قليل. معنا السيد محمد من هولندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل محمد. تحية الكريم مشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. تحية الثوار الأقطاب والشهداء. حياك الله جميعا. اللي بيصير العراق حاليا نشوف صمت اعلامي دولي، يعني حتى مواقف السكر من دول العربيه او من المتحده كانه شيء متفقين عليه. نعم. نشوف العراقيين يقتلون بالشارع بدم بارد القوات الايرانيه. لا طبعا القوات الايرانيه طبعا مو عربيه. انا عندي طبعا ودليلكم فيديوهات للقناه صوروهم، يعني اسفح حاليا عندهم متظاهرين قوات ايرانيه شايفه. نعم. والحكومة يعني هادي عندها في الشعب كله، المهم يبقون هم يبقون مستوي على العراق. وزارة الدفاع، وزارة الدفاع تقول نرفض المساس بالسيادة وسنحافظ على السيادة الوطنية. أي سيادة والخراساني وبدر وغيرها يقتلون بالعراقيين والقوات الحكومية تتفرج. هم يقتلون السيادة الإيرانية، لازم تبقى السيادة الإيرانية تبقى على العراق. نعم. فما يبيدون كل الشعب بس إيران تبقى تحكم. بس ما في حريه بدون ضحايا، والناس المتظاهرين قلوبنا وياهم يظلون صامدين حتى نحرر وطننا من دهشه الاخوان ان شاء الله. تحيه نعم. محمد المشاهدين. شكرا جزيلا. ابو يوسف من واسط، تفضل. ابو يوسف اسمعني. ابو يوسف قدم اتصال. نكمل قراءه الرسائل.
السلام عليكم. أقول للأخ الذي يقول المتظاهرين ضيعوا الزيارة الأربعينية، واضح هذا الأخ عميل للحكومة وينتمي إلى ميليشيا، لأن الدكتاتور هادي العامري حتى هو يريد يقمع التظاهرات. أقول للمتظاهرين بارك الله بكل من يطالب بالحق، هؤلاء هم أحفاد علي والحسين. حسام، شكرا حسام. في رسالة أخرى، أخي لما نصير قلب واحد وشخص واحد إن شاء الله ننتصر بدون طائفية، ندافع عن حقوقنا وعن كرامتنا، لازم نتخطى كل شيء من أجل بلدنا ووطننا وأهلنا، الله ينصر الشعب العراقي. أبو أحمد من واسط أحد المشاركين يقول، أقول لأبو أحمد من واسط إيش قد مستفاد ولك وين ناموسك إذا أنت عراقي. أبو أحمد من واسط، أنت عراقي لو إيراني، يعني ناموسك متحرك على الشهداء والفقراء والمظلومين بساحة التحرير؟ يتساءل. في رسالة أخرى، تحية خاصة لكل المتظاهرين والشعب العراقي الجريح من تركيا، أخوكم علاء العراقي. رسائل كثيرة مشاهدينا الكرام، نحاول قدر الإمكان أن نقرأها. قوات مكافحة الشغب، هذا عاجل على إحدى القنوات الفضائية، تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من اقتحام مطار بغداد. الوقت ضيق مشاهدينا الكرام، أعتذر منكم كل المشاركين. غدا بإمكانكم أيضا تتواصل معنا إن شاء الله، سنناقش هذا الموضوع في برنامج منبر رافدين، أيضا هناك اتصالات ستكون متاحة، بإمكانكم أن تشاركوا. وإذا كان نفس الموضوع هو متبع في حلقة صوتكم يوم غد، سيكون أيضا هناك مساحة لمشاركتكم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.